الحاجة الأخيرة، مرات الرب الإيمان ينجيني من الأخطار الفجائية. مثل؟ يعني أدي نموذج على السريع. في سفر أعمال الرسل، الرسول بولس والذين معه تعرضوا لعاصفة رهيبة فحطمت السفينة. فكل الذين كانوا معه بعض من الرب نجوا وطلعوا على البر. لما طلعوا على البر جو برد جدا. فبدأوا يجمعوا خشب وحاجات زي كده وأشعلوها في النار وقعدوا يستدفئوا. وهم بيستدفئوا في أفعى نشبت في يد بولس الرسول في جزيرة مالطا. وكان الموقف خطر، وعارفين الأفعى دي سامه وقاتلة. فالناس ظنوا ان بولس ان لو حتى نجا من البحر هارب من العداله، فشوف ربنا هيختص منه وهيموت. تخيل معايا من هذه الموقف، بعد شويه انتظروا ساعه ساعتين ثلاثه، شاور بولس ما حصلوش شيء، راحوا سجدوا لبولس وقالوا ده انت اله، لان الحيه دي اللي عملت معك كده انها كان مفروض انها تقتلك وتموتك، الحيه سامه قاتله. عمل ايه بولس لما الافعى مسكت في يده؟ يقول نفض الحب وطرحها في النار. وده خليني اقول لكل المؤمنين، الشيطان مرات يجي بعوامل فجائيه عاوز يقضي على حياتنا، بس الايمان اللي عندي هقدر انفض الحيه واطرحها في النار واخرج منتصر، واحول الناس اقول لهم انا مش اله، هحول الناس ان انا ابن للرب ومعاي اله ملك الملوك ورب الارباب، الرب القادر على كل شيء الذي يحميني ويعبر بي المستحيلات حتى في الاخطار الفجائية. ينجيني الرب وإليك لا يقرب إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. ثق في هذا الإيمان واقبل هذا الإيمان وعش به.